اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بصحة وسلامة ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا اليوم غنحضر معاكم كيكات الالوان، كتجي رائعة في المنظر وكتحمر الوجه الا جاو عندك الضياف، كيبقاو مبهورين كيقولوا هذه كي دارت لهاد الالوان تنسقاتهم هكا. هي طريقة جد بسيطة الا تبعتوا معايا، وندوزوا للمقادير ديالنا اللي غنحتاجو في هاد الكيكة الرائعة. كما كتشوفوا عندي 8 ديال البيضات، جوج كيسان دانون، انا درتهم النكهه ديال البنان، كاس ديال الزيت كبير، والالوان ديالنا طبعا. وعندي تقريبا واحد نص كيلو ديال الطحين 4×4، وخماره ديال 15 غرام، وجوج الزافاني ديال 8 غرام 8 غرام، كما قلت لكم كاس ديال السكر و8 البيضات. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو في هذه الكيكه رائعه جدا. نبداو على بركة الله نهرسو البيض ديالنا ونخلطوه مع السكر وألزا فاني، ومن بعد نديرو دانون. مهم نخليكم مع الفيديو، تبعوا المراحل واضحة جدا، وتبعوا طريقة التزيين ديال الكيكة كيفاش وضعت الألوان، سهلة جدا جدا جدا. مهم البنات، نتمنى هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك باش تشجعوني نزيد في إبداعات أكثر. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وما تبخلوش عليا بتعاليقكم الجميلة اللي كتحفزني أنني نزيد القدام. وشكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء فيديو جديد إن شاء الله.